رئيس التعاون اللي هو محمد القاسم يقول أجانبه كلهم اللي موجودين $5 مليون، بينما أجانب الأندية الثانية بما فيهم الهلال ربما تصل إلى 100 مليون أو أكثر. أي بس الأجنبي اللي هنا فرق عن الأجنبي اللي هنا، حتى بس هذا ما له دخل، يعني هذا ما يعني أنه بالعكس هم لا مو تقليل، وممكن يكونون الأجانب الموجودين معاه مؤثرين بالنسبة للفريق وكذا بشكل أكبر. جميل. يعني بالعكس هذه ميزة طبعاً. أوكي. بس أنت لو بتقارن اللاعب هذا باللاعب هذا أكيد في فرق كبير، يعني عشان كذا المبالغ مختلفة. بس مسألة إنه هل اللاعب التعاون مؤثر أكثر، ممكن قد يكون مؤثر أكثر. الآن هداف الدوري من التعاون، هنا يحسب لهم طبعاً ما فيها كلام، هذا هو النجاح. بس أنت يعني ما تقدر تجي تقول والله تعال الهلال جيب نفس اللاعبين اللي موجودين في التعاون لسبب بسيط، الضغط عليهم حيكون من أول يوم، يعني ما الجمهور وما حيتقبل اللاعب، كيف تجيب ما حيصبر على اللاعب. بينما في التعاون اللاعب حيكون مرتاح من ناحية بدايته، فحيجي تأقلم، حيكون أسهل. أتكلم عن اللاعبين اللي هم ما يكونون معروفين ويجي، فسهل إذا كان عنده مدرب ممتاز وعنده إدارة ممتازة وتهيئ له كل سبل النجاح، أكيد أنه حيبرز. وأنا أبغى أقول نقطة مهمة، يعني نادي التعاون نادي الفيصلي، يعني بحكم متابعتي الفترة الأخيرة من برا، يعني كان أنا أتكلم كمتابع ما هو كرئيس نادي الهلال. شوف الفيصلي والتعاون بصراحة يعني ناديين نموذجيين باختيار اللاعبين، حتى لو في لاعبين من الأندية يعرفون يختارون اللاعبين اللي يحتاجونهم ويرجع ويبرز عندهم. واختيارهم للمدربين اختيار صراحة يشكرون عليه، يعني أنا لو في مكان قرار يعني أنا أشوف أن التعاون، بس لا زعلهم من الباقيين، شوف أن التعاون الفيصلي لو يدعمون دعم شوي أكبر قادرين أنهم ينافسون خارجيا وينافسون على الدوري.